هذا انت هو حديد الرجول. سقف حلزوني، سقف حلزوني بتقنية البوست تنشن أو الكابلات لاحقة الشد. طبعا في منطقة التقاء السقف السفلي بالسقف العلوي عملنا التسليح عادي، في المناطق الثانية عملنا التسليح بوست تنشن. طبعا مثل ما شايفين تسليح البوست تنشن ما بيستهلك حديد كثير، في حين انه التسليح العادي مثل ما شايفين بياكل بيبلع حديد كثير، وهذا اللي يدفع الناس الى استخدام نظام البوست تنشن او الحديد لاحق الشد. ايضا في عندكم اسقف البوست تنشن هي اقل سماكة من الاسقف العادية، تقريبا 3 الى 4 سنتي. هذا هو سقف البوست تنشن، يعني تقنية الى حد ما جيدة للتوفير في المباني الكبيرة، ولكن ما ليست ذات جدوى اقتصادية في المباني الصغيرة. راح استعرض معاكم بعض الأمور. عندنا أهم الأمور اللي هي بناء على طلبكم الكيبل بوستنشن، البداية تبعه بتكون في منطقة صب، هاي بسموها فلور، وردة. شايفين الوردة؟ هذه هي الوردة، بينصب عليها عشان تمسك بالصب. وعندنا الكيبل بوستنشن نفسه بيطلع وبينزل حسب اتجاه حسب قيمة العزم، تمام؟ احنا هنا ممكن بكل بساطة نعرف انه العزوم سالبة بهذا المكان، العزوم سالبة هنا، العزم موجب، تمام؟ ايضا في عندنا شغلة اللي هي المكان اللي يمر فيه بوستنشن يفضل انه يكون العمود فيه تسليح ثقب، لانه انا قلت لكم السماكة سقف البوستنشن بتقل فتكون قابلة لها تنثقب اكثر، فبنسلحها بتسليح الثقب، تمام؟ او البونشينج، تمام؟ هذا هو. ايضا في عندنا هنا النظام الكبلر، البراغي، توصيل الحديد الطولي بالبراغي، هذا هو النظام، تمام؟ يتم على اثنين ليفل او اثنين ارتفاع. عندنا كيبل بوستنشن مكان الشد، هذا هو، هذا هو مكان الشد، تمام؟ هذا المكان اللي هو بينشد منه الكيبل، مثل ما شايفين هذا هو الكيبل، تمام؟ وعندكم هنا في بايب بيتوصل، الآن بعد شوي بيتوصل بايب، بعد ما نصب بيتم ملء هذا الفراغ اللي بيكون موجود في الدكت، هذا اللي يمر فيه الكيبل بيتم ملئه بالإسمنت. إن شاء الله تكون يعني الفكرة بسيطة وتوصلكم يعني بشكل بسيط، وإن شاء الله برفق لكم بعض الفيديوهات عن مرحلة الشد ومرحلة الحقن. يعطيكم العافية.